بتنا نسمع بشكل متكرر عن شباب راحوا كضحايا من جراء العنف، ظاهرة باتت تطفو على السطح بشكل واضح، وهي اليوم بمثابة جرس إنذار يقرع للحيلولة دون تفشي هذه الظاهرة في المجتمع. فما هي الأسباب التي تدفع الشباب لارتكاب هذه الحوادث المأساوية؟ هذه الظاهرة هذه كلنا احنا يعني متأذين منها، وخاصة وسائل السوشيال ميديا وكذا، فأعزلتهم وصار لهم جو خاص فيهم، وما يرضون أحد يعني الكبار وأولياء أمور يتدخلون في حياتهم. عدم مبالاة الأهل للأولاد، يخليهم على راحتهم وما يجي للساعة 12، الساعة 2، الساعة 3 الفجر ما يدرون عنه ولا يسألون عنه ولا يقولون وين رحت وين جيت. كل شيء مرتبط ببعض، التربية بالوعي الديني، أطق واحد ولا أذبحه عشان مصوت سيارة. مسببات العنف بين الشباب كثيرة، يمكن تبدأ من خلينا نقول التنشئة الاجتماعية، أيام ما كانوا صغار كان في عنف في التعامل معهم أو كان في إهمال في التعامل معهم من قبل الوالدين، هذا يولد شخصيات غير سوية. بالإضافة طبعا ضعف الوازع الديني عند أبنائنا، ما قاعد نغذيهم بجرعات تحميهم خلينا نقول نفسيا، انتشار الأسلحة الخفيفة بين إيدينهم. في خضم وجود أسباب متداخلة ومتفرعة لظاهرة العنف، لا بد من وجود حلول ناجعة لهذه القضية. الحلول ما راح تكون حلول فردية، هي حلول مجتمعية، هذه منظومة متكاملة لازم الكل يساهم فيها، بدءا من الأسرة أثناء التنشئة الاجتماعية. المقبلين على الزواج على سبيل المثال لازم نعطيهم جرعات شلون يربون عيالهم، شنو القيم اللي لازم يغرسونها فيهم. ننتقل إلى المدرسة، لازم مناهجنا في المدرسة يكون فيها نوع أو مناهج أو جرعات من التثقيف للعيال، شلون يتعاملون مع العنف داخل المجتمع، شلون يردون على قضية التنمر. وسائل الإعلام كلها لازم تتضافر في نشر ثقافة التسامح، لازم يكون ردع كافي لمن يسيء خلينا نقول الأدب أو لمن يحاول يتحرش في الآخرين. إذن هذه الظاهرة اليوم يجب أن تكون تحت مجهر الدراسة وإشراك كل الأطراف لحلها، بدءا من الفرد والأسرة وصولا إلى مختلف المؤسسات المعنية. إذن الأحصائيات الأخيرة كشفت تزايدا كبيرا في ظاهرة العنف بين صفوف الشباب، لذلك لابد من الوقوف مليا عند هذه الظاهرة وأسبابها ومعرفة الخطط العلاجية والوقائية لتلافي آثارها الخطيرة على المجتمع. ديما دحدال، تلفزيون دولة الكويت.